من الطبيعي جدا، أنا أعتقد أنه الإخوان اجتهدوا وعملوا الموسم الماضي عمل أكثر من رائع، سواء كان على البنية التحتية، سواء كان حتى على نطاق العمل في الفئات السنية، عدد اللاعبين والمواهب اللي تم ضخهم للفريق الأول. ولكن أنا أعتقد ما يعيشه الأندية السعودية من شح مالي ووفق، يعني في ظل الأسعار الباهظة للاعبين والانتقالات سواء كان داخلية أو خارجية، اضطر هجر أن يفرط في تقريبا 3 من دعائمه الأساسية، ولم يوفق بجلب من يسد المركز بشكل صحيح. أنا أعتقد يعيش هجر فترة توهان فني غير صحيح. أمامهم مرحلة صعبة، الفترة الشتوية أنا أعتقد مطالبة الإدارة بجلب محترفين على مستوى أفضل من المحترفين الحاليين. كان يستطيع هجر يحافظ على مرحلة البقاء ويكون في منطقة الدفء.